في نيوزيلندا حضر الإرهاب في أبشع صوره، وما زالت المأساة وستظل وصمة عار تلاحق مرتكبها السفاح. أحد السعوديين عايش اللحظات الأخيرة وكان شاهدا على طلقات الغدر التي تعرض لها إخوانه في جامع النور في نيوزيلندا، وذلك عندما أقدم أحد الإرهابيين وقام بتحويل يوم أناس آمنين مسالمين إلى بركة من الدماء لم تفرق طلقاته بين طفل أو شيخ كبير، بل كتب في مذكراته أن هذا الصغير سيكبر يوما ما. لحظات الخوف ولحظات الرعب التي عاشها العالم عبر البث الحي الذي قام به الإرهابي سنعرف تفاصيلها مع أحد الذين شهدوا الواقعة وكان في داخل الجامع، وكانت العناية واللطف الإلهي أنقذته وأعادته إلينا حيا. خالد الشدوخي أحد الناجين من حادثة نيوزيلندا وهو أحد الطلاب السعوديين لدرجة الدكتوراه ينضم إلي عبر الهاتف. خالد حياك الله معنا في يا هلا وألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يرضى عليك، حياك الله، هلا فيك والله. خالد يمكن احنا وكل المشاهدين ينتظرون انه نعرف منك يعني تفاصيل الحادثة من بدايتها كما عايشتها وشهدت عليها. والله اول شيء نقول الله يرحم شهدائنا ويشافي مصابينا والحمد لله على سلامتنا وسلامة الاخرين من زملائنا اخواننا المسلمين. الاعتداء حدث ولكن لطف من الله سبحانه وتعالى أنه بدأ إطلاق النار قبل أن يدخل إلى داخل ساحة المسجد الداخلية، مما أعطى فرصة من المصلين أنهم يستوعبون أن ما يحدث هو عمل هجوم على المصلين. ولكن في بداية الأمر كان إطلاق النار يعني أظن فينا أنها انفجار بإحدى الإضاءات أو السماعات المسجدة، فلما بدأ بإطلاق الرصاص داخل المسجد بدأ الرصاص يتراشق على جدران المسجد الداخلية، فاستوعب المصلين أن هناك اعتداء على المسجد. حاول المصلين الهروب من مخرج الطوارئ من الجهة الشمالية ولكن كان باب الطوارئ مغلق، فتدافع المصلين لجهة باب الطوارئ وكان فيه كبار من السن. كان الباب مغلق اللي هو الغلق الطبيعي اللي ممكن احد يفتحه ولا مغلق تماما لدرجه انه ما حد يقدر يفتح الباب؟ لا 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 يقدر احد يفتح الباب من الداخل، حتى طفل يقدر يفتحه، بس من الحاله الهستيريه اللي اصيب بها المصلين ما قدروا يستوعبون كيف يتصرفون بل من ناحيه الباب، ولكن باستطاع طفل صغير يفتح الباب، يفتح القفل حق الباب من الداخل، وهذه سبحان الله اول مره يعني يسكر الباب ولا كل صلاه جمعه يكون مفتوح الباب هذا. طبعا لما شفت الدافع عن الحدث الاعتداء بدايه الخطبه الاولى ب10 و15 دقيقه، فكنت جالس في الصف الثاني وعلى جنب النافذه كانت نازله الى مستوى الارض تقريبا ما هي عاليه، فلما صار الاجتماع عند الباب او التراكم من الكم الهائل من الاشخاص الله رحمه الله عليهم معظمهم توفي بلاكن زاويه يعني كسرت النافذه يعني وصوت على المصلين يعني عشان نخرج من هذا المكان، لانه قبل ان يدخل لساحه المسجد الرئيسيه كان في الممر بالداخل طبعا. فخرجنا من النافذه واللي بالجهه الاخرى كذلك استوعبوا الامر وكسروا القزاز بعض المصلين، وبعضهم خرجوا من المخرج الاخر الذي البواب الاخرى اللي بنيت للصلاه الجديده لتوسعه المسجد، و حضرت كذلك كان صلاة طعام في الإفطار المسلمين أثناء رمضان. فاتجهنا للساحة الخلفية المسجد المواقف الرئيسية تقريبا مساحة أرض تقريبا مساحتها 1000 متر، اتجه المصلين المسلمين بكل اتجاه يقفزون على البيوت المجاورة. حاولت أقفز، كان الجو ممطر ذاك اليوم تقريبا بالصباح، كانت صعوبة أن نتسلق السور إلى المباني المجاورة. فأنا كانت يدي مجروحة وحاولت أطلع ما قدرت مرتين يعني تقريبا سقطت على الأرض، لأن كم الرصاص كان هائل وتوقعنا أن نكون أكثر من مجرم ما مجرم واحد، لأن تقريبا باستمرار وأنت يمكن شفت المقطع كامل أنه كان يغير مخزن الأسلحة باستمرار.
اسمع نداء وصراخ من بعض الاخوان المسلمين ما قدروا يتسلقون، يعني كان الجدار فيه ماي وتزحلق ولا هو قادر يسيطر انه يخرج الرجال الاخرى. فأنا استسلمت للامر صراحه، قلت ماني قادر اطلع عشان يدي الاصابه هذه، ماني قادر اطلع على السور. فساعدت هذا والثاني رجع على الكتفي عن حفاري عشان يطمر. السور تقريبا طوله مترين او اقل من مترين او مترين تقريبا. فالمره الثالثه الحمد لله شفت السياره قريبه عند السور، يعني الميني فان هذا، صعدت على السياره و استطعت الحمد لله اني اقفز قفزه واحده للجهه الاخرى برا خارج اسوار المسجد. والحمد لله بعد خروج المسجد اغلب المصلين اللي هربوا استقبلتهم العوائل اللي كانت في الشارع ومذعوره تسمع الصوت، فاخبرناهم انك اطلاق نار، ف استدعوا المصلين يعني انهم يدخلون داخل بيوتهم ويظلون هناك عشان ما في يكون في اشخاص جايين برا. كل واحد دخل وطبعا استخبى داخل بيت والحمد لله والشكر. كانت بيوت الجيران كانت مفتوحه للمصلين اللي نجوا من المسجد؟ مره مفتوحه الحمد لله والشكر. وانا صراحه يعني مواطنه نيوزيلنديه استدعتني داخل بيتها واول ما استدعتني شافت الوضع، لان بالشارع الثاني تقريبا مساحته بعده تقريبا 100 متر ابعد عن المسجد تقريبا، فاستدعت جارتها الممرضه عشان تنظف القزاز من اليدين وجابت لي الثلج وصلحت لي. يعني صراحه الكافي كان مره راقد عمل وكانت تبكي. والسفاره السعوديه كلمتني بهذيك اللحظه تقريبا واعطتني رقم التواصل مع الجهات المسؤوله للتعامل مع هذه المواقف. إصابة يدك خالد كانت نتيجة اللي هو كسر النافذة ولا رصاصة؟ لا لا لا، كسر النافذة كسر الحمد لله والشكر. يعني تقريبا من كسر من القزاز، طبعا من القزاز ومن طيب النافذة. خالد الإرهابي ذا اللي ارتكب هذه الحادثة متى توقف عن إطلاق النار؟ عندك التفاصيل؟ يعني اللي اذكر انا بعد مرحله الغروب اللي عايشناها محاوله القفز على السور تقريبا يعني جلست دقائق طويله شوي، ومرحله الوقوف بالشارع لما طلعت الشارع الخلفي حاولت اشوف السيارات الثانيه نوقف السيارات، كانت مليان من الناس وماشيه بسرعه ولا توقف الثانيه، يعني داخل حاره، يعني شارع داخل حاره كانوا يكون المصلين لان يجون مجموعه كبيره من المصلين، الشارع الرئيسي ما تلقى مواقف، المواقف الداخليه تكون مليانه، فيتجهون للمواقف الخلفيه بالحاره، مما يضطرون يعني يمشون الى 300 متر او 500 متر عشان يجون المسجد. المسجد كان الشارع المسجد كم يستوعب عدد من المصلين؟ والله تقريبا يستوعب الى ياخذ الى 500 مصلي تقريبا. وكان مليان يومها؟ كان يعني ال 500 او الى 400 كانوا موجودين؟ والله ذاك اليوم تقريبا نقدر نقول يعني من 300 الى 350 تقريبا، لانه اثناء الخطبه الاولى واغلب الاشخاص انا قابلتهم كانوا داخلين ويسمعون الصوت الطلق داخل ورجعوا، طبعا في ناس حضروهم برا. ويا يعني الوقت هذا جلس فتره، لان حتى وانا عند العائله يعني اتكلم مع الأم العائلة اللي استقبلتها أن أقول لها أدخلي لا يجيني رصاص. يعني فأول شيء كنت أبي أطلع على الشارع الثاني بأسمع أطلاق النار برا الشارع، فقلت هذا أكثر من شخص. فلما شاهدت الفيديو تبين لي أنه لما حرك السيارة قام يطلق على الناس يعني، ولكن الحمد لله ربنا لطف والله يرحم من استشهد. الله يرحمه. خالد كان انت قلت في البدايه ان هو بدا يطلق من الساحه الخلفيه من الساحه الخارجيه للمسجد صح؟ يعني هو بدا يقتل في الناس من كل اللي موجودين في الساحه او مجموعه من اللي في الساحه ودخل يكمل على اللي جوا؟ لا هو ولا ما كان في احد برا ولا ايش الحكايه؟ لا في ناس برا، هو المدخل الرئيسي لما شفت مقطع الفيديو ايه في ناس برا ما بدي يطلق عليهم الا اللي عند الباب الرئيسي واقف، اللي عند المقفال الرئيسي عند العتب حق البوابه الرئيسيه. ولا كان في ناس طبعا اشوف بالفيديو انا نتعداهم بالسياره، لكن بدا يضرب على اللي واقفين على باب المسجد الرئيسي المقفال الرئيسي، هو دخل من الساحه الرئيسيه
تعدى الساحه الرئيسيه وبدا يطلق على الناس اللي واقفين الله يكرمك يفسخون الجزم حقاتهم. لا حول ولا قوه. وبعدين بدا يدخل ويضرب بالممر، الممر كان فيه مصلين، ولكن الحمد لله ربنا لطف لان اغلب الاطفال والنسوان كانوا عند المدخل البوابه اليمين، ما كان يعلم ان في صاله النسوان هناك. طيب خالد انت كم لك سنه في نيوزيلندا؟ والله تقريبا الحين قربت السنتين تقريبا. من سنتين، خلال السنتين هذه هل كان فيه يعني اي تهديدات مشابهه، اي اشياء لها علاقه بعنصريه مثلا ضدكم كمسلمين، اي اشياء مشابهه يعني يمكن تقود الى ما وصلنا اليه في هذه والله الحادثه؟ انا اقول لك اجتمع مع جماعه المسجد مع الامام اي والمواطن السعودي عبد المحسن مزيان رحمه الله الله عليه يرحمه الحربي هذا فراس، وبعض الاخوان من الاردن، نجتمع كل اسبوع بعد صلاه الجمعه مساء والسبت اي مساء. فكانوا يذكرون احيانا بعض المساجد يعني في حتى مناطق اخرى يعني بشكل عشوائي تجيهم تهديدات على الايميل، يعني تهديدات ما كانوا مخطينا بالخطوات، يعني تجيهم تهديدات على الإيميل؟ تيجي اللي سمعت انه في تجي تهديدات، بس ما هي ذيك التهديدات القوية، يعني تهديدات كره يعني، بس ما يدرون وين مصدرها يعني. وتعاملوا معها فحتى أمنيا ولا لا في لحظتها يعني ذيك؟ والله ماني عارف بالضبط، بس انا اللي اذكر انه قبل 3 اسابيع تقريبا إيه؟ الامام المسجد حسب اجتماعنا قاعد يتكلم، قال انا اشوف شخص غريب الاطوار، يعني يجي ما ادري هو مسلم حديث ولا لا، يجي كان يصلي وانا كنت اراقبه كل تحركاته، ايه انتظره يجي يسالني عن الاسلام ولا كذا وكذا، فكان يتفقد المسجد يروح من مكان لمكان. فلما حصلت الحادثه قبل امس تقريبا واحد من الشباب قال لي ان الامام يتكلم، يوم شاف صوته قال هذا هو الشخص اللي كان يجي للمسجد كان اوه يصلي هذا يعني. كلام مهم، هذا الشخص كان يجي قبل 3 اسابيع من الحادثه للمسجد؟ تقريبا كان يجي فترات متقطعه، ما هو دائم. هذا كلام الشيخ جمال والحمد لله ان الله سلمه يعني، وقال في شخص غريب يجي. فانا شخص ثاني، انا ما قبلت الشخص جمال حتى الان اي لانه كان متاثر، ولا نفسيا يعني ما قبلت ان اروح المستشفى اشوف اخواننا المصابين. فواحد من الشباب امس يعني قال لي ان الشيخ جمال يقول ان الشخص اللي كان يجي المسجد هو الشخص نفسه هذا اللي هجم على المسجد، يعني هو كان يخطط للموضوع يعني من 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 فترة. كان يخطط نعم هذا كلام يخطط مهم الموضوع بصراحة يعني. ايه نعم طيب فنعم انت على المستوى الشخصي خالد، هل جاتك اي رسالة تهديد او ايميل مثل اللي وصلتهم خلال فترة اقامتك في نيوزيلندا ولا لا؟ لا ما في اي تهديدات، هو الشعب النيوزيلندي كله متعاطف وما كان فيه يعني ذاك الخوف يعني صراحة ولا طيب تهديدات، بالعكس انا شايفه يعني الدولة للمبتعثين امن يعني من الدول الاخرى صراحة. طيب خالد اخيرا بحكم قربك من الشهيد المزيني الله يرحمه، وش تنقل لنا عنه او اذا كنت قريب منه في اللحظات الاخيره يعني قبل استشهاده؟ بفراس رحمة الله عليه الرجل رجل معنى الكلمة، يعني كان هو السكرتير حق الأمة الإسلامية في ساوث نيوزيلندا أو بنورث نيوزيلندا آسف، فكان مسؤول عن المسجد ومهتم بالمسجد. فبحكم كبر سنه في مرحلة انتخابات كانت آخرها قبل الحادثة بأسبوع، كنا باجتماع علشان نحدد العناصر اللي تمسك المسجد و عشان ما يصير فيه هناك مداخلات في بدعة وحاجة، نبي من أهل السنة والجماعة يستمرون بالمسجد عشان يقضون البدعة اللي راح تكون انت تعرف فيه أكثر من مذهب. أي. فأبو فراس رحمة الله عليه كان من خيرة الرجال وحريص بالاجتماعات وحريص وكله وفاتح بيت للناس كلهم، وصراحة هو اللي يحرص على جمعة المسلمين وجمعة العرب بكل شهر، يعني حدد برنامج كل شهر يجتمعون جلسة طعام العوائل والعرب، واللي ما عنده عائلة عزاب يجي يعني ضيف
يعني مرحب بهم نعم مشاركتهم بالطعام، الله يرحمه، والله يرحمه رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. الله يرحمه ويرحم كل الشهداء ويعافي المصابين. خالد شكرا جزيلا لك، والله يوفقك في دراستك وتعود لنا يعني سالم غانم ناجح موفق بإذن الله تعالى. نرجع نقول رحم الله شهداء مسجد النور وعافى وشافى المصابين. وأعتقد أن خالد الشدوخي يعني ذكر معلومات في غاية الأهمية حول فكرة تفقد هذا الإرهابي للمسجد قبل الحادثة بثلاثة أسابيع، وحول فكرة الحكايات المفجعة اللي كانت في الداخل. شكرا لخالد، رحم الله المزيني وكل الشهداء، وبعد الفاصل متواصلين معكم في أهلنا.